بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين توبكيو إن شاء الله حلقة سله الديابن وينما يلي فرموت الصحابة صبرك مجد لكينيني يلي فرموت الصحابة صبريك ونحكادوكو إسلامينان اللي مادسيني من أيانا ماي يلي فرموت عليه الصلاة والسلام كادوكو حالة معاني ألوه كاك فردين تحتيه تنحاقي دتنها به وهو تيابن إن شاء الله تواضع وصبر أكابر الصحابة يلي فرموت الصحابة رضوان الله عليهم صبرك من لكينين متيابهني هم باباي بعض أكابر الصحابة من شدة البؤس والفقر خرج من شدة الجوع فلقي يهوديا له بستان إنك صحابتي مدينة لا قدام علو لهنها وكا علو سبتي قدام ستعكات برهنها وكيوعه براكيوعهنها وكا أفتها هني موقتقره وعهنها وكا يهودي تجي مدينة اليهود أنو تنيها اللي فرموت عليه الصلاة والسلام مكة لسجه مدينة فانقرهنها وكا مسلمين كيهودي تليه عيشك تنيه يهودي تجيهنها وكا درع لهنها يهودي تجي كان في المدينة يهود قبل فتح مكة بعد فتح مكة طردوا ظن اليهودي هذا الصحابي بدويا تو وكا يلي فرموت الصحابة إنكه مدينة حلتهنها وكا يهود اللي نكتنيه فتح مكة جيراي يهود مدينة كتبعه يلي فرموت عليه الصلاة والسلام مسلمنا قلتانك أو كادوكو نبارك تبعين مكينكيه تو وكا بارك يعينيه مدينة حبينيه هاي ويهوديتك كيما ويهوديتي صحابيتك مكة لنا آنو كلمتهنها وكا اللي فرموت الصحابيتك كلمته وكا درعي صحابيتك مكة لنا أنه سيقتري كلمتهنها نكا يكلي وكا وصحابيتي محكاكيه لم يعرف أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اليهودي تخرج لي الماء من البئر وتأخذ على كل دلو حبة تمر أعيلك ليه هيا عدتك كي أعيلك ليه تيا عيه تنهتا وكا كل أي عهي تهتنه تنترقلا إن كتمرتك حيو ليه هيا عاه أعيلك ليه هيا عاه آدر عيوه فعكا كي هني هو كو صحابيتك قال له نعم كهبيك كي صحابيتي ليكو هيا عيوه يتمره تحيكاتك فأخرج 17 دلوا وأخذ 17 حبة تمر تو وقت تبان كيم الحين ترجع يعهنيها وكا عيلكا ليك تبان كيم الحين ترجع يعهنيها وكا تبان كيم الحين حبت كاه حي تمرك تبان كيم الحين حبت كاه حي فيرك تبان كيم الحين فيرك كاه حي أنا ما تها يلي فرموت الصحابة رضوان الله عليهم دينها بانهن أجر سبته كن جاكنهنهم بياك وبعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فرموت عليه الصلاة والسلام ورهنها وكا فتح على الصحابة الله فتح على الصحابة المال مرة بلغت زكاة مال سيدنا علي 40,000 درهم تو كل يلي فرموت عليه الصلاة والسلام كل سجيه إنك هيتوه سلم الناس نم ما جسك لينه وكا صحابة كدا قبض دعنا لقتنه مال لقمان النونون يلي فرموت عليه الصلاة والسلام وريني جرا يلي سبحانه وتعالى مال فك كينه حتى سيدنا علي ماله زكاة ما قد ما ديه دبانك تينا مروتم الفيه درهم كاك مادي مروتم الفيه درهما زكاك يا عدبو توكا ثم بعد ذلك هذا المال صرفه للخير سيدنا علي توكا خليفة كهنيها وكا آقبت اللي هاينيها نقد إنكه مسلمين حتى التحيحيه مسلمين كي قبض قويتي تحيانا ثم لما مات ما وجدوا في بيته إلا 70 درهما ربهنها وقت سيدنا علي ورهنها وكا كيبول الدبو 70 درهم ملحنة بنه درهم كاقين ورثه دبو حبمي كان قراهنها مره دبو حبمي ملحنة بنه درهم يعني, يعني لقصب جيهنها مالون كهي يحيه مساكينها يحيه يليه قتل يلاك يلي فرمويته محبه يعني كادو قوحة تحتني مكتاكتيني محاي ترك الغضب بك حرح بانم يعني حالة معاني ننبه سيسا حالة معاني لكو حتى تني مكتاكتيني باك حرحبا منهم باك حريتوا من مسلم تهنيها النوم باك حريتها هنيها وكسي أبري مكادوك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة دا قوسيها حديث معي نبي عليه الصلاة والسلام إيمي أوصني إيا اللي فرمويتك نوم يوفرم إيا اللي فرمويتو معانكي محل يوفرنتها اللي فرمويتو كاكي قال لا تغضب فردد مرارا يلي فرمويت عليه الصلاة والسلام محل كافر ريمه تا خيرا كاكين دحا يعني مقدور لهيه ما بك حريتنا كاكي يلي فرمويت عليه الصلاة والسلام لا تغضب ما بك حريتنا كاكي سيدي حد قال عقس هينيها وكاو صحابيتي تو وكا اللي فرمويتو سيدي حد محد كافيسه إنكه ما بك حريتنا يعني
يعني بك حراك كيانه هني نمي أم عواي تحت نهس حسيا اللي فرموت عليه الصلاة والسلام حديث وترك الغضب أمر مهم عظيم جدا بك حرانا كادوكو نم حبم فردين تحت نمي كاك فردين موي تحت نمي كتاكتين بك حراك كيانا. ورجل آخر قال يا رسول الله نمو كادوكو يلي فرموتك عليه الصلاة والسلام قرسنو محكاكيه يا رسول الله يلي فرموتوا ما ينجيني من غضب الله يلي بك حركي وحتى محا يلي فرموتوي. قال عليه الصلاة والسلام معنى عليه الصلاة والسلام كاكي يميتوك لا تغضب ما بك حريت. ومعنى الحديث من أراد أن يسلم من غضب الله لا يغضب أحديثك معنى محيانا ماي يلا بك حريسان فريوي كاتككي بك حريته نهو كسبريمي الذي لا يغضب يسلم له دينه نم بك حريته بك حركا كبتهت نيمتي وبك حركا كهبيتهت نكفنقريوي كاتككي يلي سبحانه وتعالى دين السلام كهبا ترك الغضب يساعد على سلامة الدين بك حرحبا ننكادوكو دين أمانكو هبتهت نيمكتيكتينا. كثير من الناس يهدمون دينهم بسبب غضبة يغضبونها من قمري ديني كينك بيسه محاي إن كدابا نهن بكحر سبته ديني تجد إدت عبينه كينك باهية كإنسان أتم بيتا بناه ثم هدمه من غير سبب أوك بنادا توقت نكاتككي عري تعبد دي يهدسه نهن عري إن كدتا ما يقل إنما تكتين التعب كاقي هكويتك وعري ما يقل وعري كاكي الدقل لكاتك كادوكو كدامك هبياكتا تنه كادوكو إسلام الدين كاكي يانما بنادا تكدامك هتعبه نمي أنا قيانه نمهن هاي نم بك حرطا مها إن كد أبه نهم بك حر سبت أفاك معن غري إسلام النكاك بيستابع تكه أو كادوكو قبط مع ومن كاقيت انتن تكه وبك حر سبت يلي فرمويت عليه الصلاة والسلام هاي تاسع نم صحابي تنكه محل فرميه يلي فرمويت وخيراك كن لحا نمك محل وفرين تاكا كي ينهن وكا معنى عليه الصلاة والسلام كينك يمي مبك حرتنا مبك حرتنا تمفر انتنسين لحبها نكينك يلي فرمويت عليه الصلاة والسلام. والذي يساعد على ترك الغضب شهود أن الله خالق كل شيء بك حرك وحتى تهتن محاي نم بك حرتهنها وكاد حمس تهتن محاي يلي سبحانه وتعالى كل منكه بحت يلا كل من كي جنت يلا إياما كابك حر سهتني وانه كادوك سرك حبرت كحنك أقفل سهتني من كي بحت يلا كل ما يدخل في الوجود من أجسام وأفعال العباد وغير ذلك والإكثار من التهليل أي قول لا إله إلا الله كادوك نمو بك حر تهني هوك لا إله إلا الله انتهت نهتا عنقر يا مجيه كادوك اللي سبحانه وتعالى كتك تهتني معاني كجيه تهتني ومانك جيت كادوك هنكي يلا كجيت يارجيمي يلي سبحانه وتعالى آيو ما دي يلا كوما دي يكاتككي بك حركة هذا حمستني مكي تيكتينا. هو الغضب سبب الهلاك في الدنيا وفي الآخرة بك حركة كي ينهن بنادنت الدنيا كي أخيرا نمك بيستني بك حرة في الدنيا يسبب القطيعة بين الأقارب وبين الأصدقاء وبين الزوج والزوجة الدنيا بقولوا نم بيكتهتني مي نمو أهله نهم مري الدنيا بقول أهله نهم مر تأتي تختار جعتني من بحراك يانم ونه كادوكو توبكو نهم مري كتويسوس نهم مري إتك حنا نهم مر تكبر استهتني من بحراك كيانم كادوك بعلى كي برفم بر استهتني من بحرا إن كذا بحريته مع عنقرتك إياه أو كادوكو حبيتك إياه كاتككي بعلى كي برتي تكبر سنتي أنا ما ونه كادوكو اسم عنقرك إنت كاتككي بك حرك كي أنا هني نمي معمهن بك حرك وحطا محاها اللي أصبرين مي آكوه تميت مي يلي سبحانه وتعالى كوه باهيمي يلي سبحانه وتعالى كوه كه باهن يقبل انتهي اللي تصبرين كوه فرد انت. وأما في الآخرة أهاي الدنيا خسارة كي أنا ما بك حرك الدنيا بقول كوه بحتها تني تان خسارة محاي كحنويتي تيكوكيني هم مركوك تاي ديري أهلي كوكيني هم مركوك تاي ديري مي ونه كادوكو أخيره كوه بحتاتي تنخسر محاهي فإنه يكون سببا للعذاب الأليم أخيرا لا نبحتي تن عسلاتي تن عذابك سبب كوه تكي فإن الشخص إذا غضب من شخص نون نمك بحرته كاتبك حرته ومن كبكاتك كي إما أن يسبه وما عنقركاك الحيك وإما أن يضربه كاقريك وإما أن يعمل له مكيدة تؤدي به إلى القتل وأنه كادك ومتى ميا رب فنكا بيتاتي نكاك أبيك بك حرر سبته ومعن غير افكا كوعي وانه متى متى ميت ياكي من سبته بك حرر كيان انه ممكه بيتهتنيني او الى ما دون ذلك وبسبب غضبه قد يكفر الانسان سبحان الله نمو ومعن غير سبته سلم انك باتن تكي
اسلام الناي تجده تعبد دابه نكاك باتن تكه يخرج من الاسلام ان كان غير ثبت اسلام نك عن تكه يلي سبحانه وتعالى قران لك هي ينها يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر يلا الدي بتانه ما هاي ان والله عن غير مرحيين وما عن غير اسلام نك كنت يعتني تياب انا هني وكا مرح انه عن غير ما بينه هي لكن سن الدا بين ميجي اسلام السبج وكسلام الناك انت يعتني تن عن غير الدا بين مي هي اللي سبحانه وتعالى قرانا نندبه مسلم تيمغا على اللي كامرعته يد يا بهني هي بيسي وغيتوي ونا كادوكو تامك دتا ميتا هني هانتا ما اسكو غيتوي كاتككي اسلام تا متا تا ميتوي اسلام كادوكو اد يا بي ويتن فدينتا تن عن غورتو يا بي كاتككي انا مسلم تمرعستا اسلام انك تقليتني مي يلي فرموت عليه الصلاه والسلام حديث لكهني هو رسنا يلي سبحانه وتعالى قران لكهني هو رسنا اقلي سبحان الله اللي فرموت عليه الصلاه والسلام انك كسفني هابا رجل من العرب الاول الذين يقال لهم عاد عاد ككيانهن مرت انا كنهنهم ملك نكين هؤلاء كانوا طوال الاجسام عاد ككيانهن مري دغرك دان كينك ديروكين كانوا اقوياء باجسامهم أصن حيل لهنيهم مركتين سبحان الله ندبان لهنيهم مركا كنجي جاكهنيهم مري أنك منن أصن قدام حيل لهنيهم مركتين حيل سبته يلي سبحانه وتعالى قرآن لكهنه ورسنها حيل سبته برارت بربوه السيني عليل بوه السيني عليلة عروها اشتكنين عليلة فوقيات اشتكنين يانم أكثرهم كانوا كفارا من قمري كفارا كنكلوكين قرصو كنكلوكين ما آمنوا بنبيهم كندبان لهنيهم النبي ما منن أحدهم كان مسلما عاش في الإسلام 40 سنة كين كنكتي مروتون سنة إسلام النالسوغي هنيها وكا حمار بن مالك كاك الحكينينيه مروتون سنة إسلام النالسوغي وكان زعيم ناحية وزوغتو وكا يرغن كدو حبه ونم حمار بن مالك كاك الحكينينيه ثم أنزل الله تعالى به مصيبة يلي سبحانه وتعالى مصيبة كاروبي له أبناء ذهبوا ليصطادوا أدمه دايلوكا كوئة تهتوكا أنزل الله عليهم صاعقة فقتلتهم توكل سبحانه وتعالى حنكرك لو بس حنكرك بكى يكيني ميك حنكرت ربيني أنا هذا الرجل الذي عاش 40 سنة على الإسلام كفر بالله أنا توكا إسلامنا المروتون سنة سجيه لكن آلا يلقى قبتيني تم مصيبة سبته مصبرين قال لا أعبده لأنه قتل أبنائي دايلوك عدكها مصبراي كمعبوداه وسجى دايلوك عدناه نقع عبادة ما بيه إسلامنا كيعيه أنا ثم صار في الناحية التي هو فيها أسجلينه نهم بارلوكادوكو إذا جاء شخص غريب يقول له أكفر بالله وإلا قتلتك ننجي ميتكاتك كسجلينه نبارو ننجي ميتكاتك كي إسلام تس ينهم نتككاتك كي يلا لكفرك كالحكين يلا لكفر ويتكاتك كي كو عديك كالحكين تن المنقمر سلمينك يعيهنه نمكتن حمار بن مالك كيانم ثم أرسل الله تعالى عليهم نارا من أسفل الوادي أكلت الوادي كله توكل سبحانه وتعالى الدنيا بقول اللي عذاب كين الروبي وسوق كير لا عذاب توارهنيها النوم لكن يلي سبحانه وتعالى كاك كان لهني يهنيها مر الدنيا اللي يلي سبحانه وتعالى اللي ينيه النك كين كي برادي كي ديت كي حورين كي هي جلتك ميان موكل الدنيا بقول اللي جري كين الروبي ماذا استفاد هذا الإنسان بكفره غير أنه اكتسب هلاكا في الدنيا وعذابا في الآخرة أن انتو وقتهت محقي يلا تبك حريتان متمحقي كاه دايلو تحي يلا يلي سبحانه وتعالى كه كه إنه كادوك بيتي يلا لله ما أعطى وله ما أخذ يلي سبحانه وتعالى يهتحي يلا يلا بيتي مرحنا أن لسبرنا يلي سبحانه وتعالى وهو كتايشيه تنين كحقي لسكن الدنيا بقول وهو كتايشيه كحقي لسكن أخيرا كادوكو وهو كايشيه نهان جنة كحيوك يلي لكن سقو ما من إنا ونه كادوك مسبرنا يلا تبك حريته يلا حينيه اسلمنا الدين كيوعيه أنا وأرجى شيء لترك الغضب أن يذكر الإنسان وقوفه للحساب نجا يونه كادوكو نمبك حر حبس تحت المحاي نمو يوم القيامة حساب بورا سول المسك يارجن فردينتا على كلامه وعلى أعماله يلي سبحانه وتعالى أبه إني أنت أمال حساب كاكبلي وونه كادوكو إن دحا أفك كاكبلي أتيم يلي حساب كبليه تصور كحبرت كاكحتم فردينتا يتذكر حساب الآخرة يقول أنا يوم القيامة تعرض علي أعمالي يوم القيامة أنو تاما إيتاما يلي سبحانه وتعالى يو بلا سلي يلي وقه السر ليان كاك فردينتا أنو أبه هنيهان تاما أفك يكوي أتيمل يلي سبحانه وتعالى يو السر ليان كاك فردينتا ولا أدري ماذا تكون حالي فهذا يردعه عن الغضب يلي سبحانه وتعالى تهكا
قبل جحسا هو هبو ماريا جنتي هو يحيك يو رحمتك رحمتي وك ماريا يك اتكيكي نون بك حر سبتي وما مت مرده بك حركه دحم وصحتني مكتياك تاني تتياه انا ماي ان شاء الله استراحه لك سنين ندبن توبكيو اديا بقسغنمي حمار بن مالك دي استهني هنمي كساي سبحان الله انمو يلي سبحانه وتعالى كار بهني هم بللا اصبروا يمثبته الدنيا بقول معيم كامجنا اخيرا بقول كادوكو اخيرا لا يلي عذبك عن بلا انما تو وقتها انكه كه بهتم حابك حرابك حرر اصبروا يمي انما ثم ان عرف ان ما يتكلم به الملائكه يكتبونه أديا بهنين كادوك ملائكة كتكتبي يريكا تككي ثم هذا الكتاب الذي يكتبونه يعرض عليه في الآخرة الدنيا بقول سقبها هني أنت ملائكة كتكتبي رقيب قاعتي كتكتبي ومتى متكاي معين تكاي حبها أنا ملون إنكي كتكبيني الدنيا بقول أديا ب أدي تامتيا من كي كتكبيني توك هاي تكتبا يوم القيامة كا بلا سيني هني وكا أخيرها أخيرها يركا بلا سيني هني وكا يكف نفسه عن الكلام القبيح ويكف نفسه عن الغضب اخيرا التهل كاسلون ياريغيني هنمو الدنيا بقول امي بتسعيد ما فدينتا كادوك بحركي سوران فدينتا بحركا اكه بيتاتني تنمانك سوران كاك فدين وقتين فمن خير خصال المؤمن ان يكون بطيء الغضب سريع الرضا مؤمن تحالك مع حالتك كاك فدين ما هني حالتك تيكتيني محاي بحرته هني هوكاي بحرتي سسكن فد كاك ما فدينتا بكحركا كاي اسلام فدينتا ونا كادوكو بكحرته كاتكي كادوك دهان دبهني هنن تاكم فدينتا مؤمن تك معن ماككي يانن تنم فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره باهيان حديث لي معن ابي عليه الصلاه والسلام يمي ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يلي فرموتي حيل لاككي يانما ليس الشديد بالسرعة حيل لك كيانما حيل السنام كيشهني هنم هنن ما حيل لك كيانما حيل لك كيانما الذي يملك نفسه عند الغضب يلي فرموت عليه الصلاة والسلام بك حرتهني هو كسب برند عهني هنم ما حيل لك كيانما وسيدنا نبي الله سليمان عليه السلام روي أنه قال إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب سيدنا سليمان أكباهيني حديث لي يا بلا إيما إن كان الكلام من فضة يبتم اللي في الدهر عتكلي تبة ما ذهبه رعتها وانه كادوكو تبة يانما في الدل تكهتني كلي يابانا ذهبك كرعتها هي توك محيانا ماي نوم اللي يابان فردين تهتني كلي يابان كاك فردين تكه تبة يام فردين تكه اللي تبة يام فردين تهتني كلي كادوك يابان كاك مفردين تكه إنما تبة يامك ولا يبالي المسلم الذي هو حريص على سلامة دينه في أن يستغيبه الناس إذا قلل الكلام في المجالس نون كادوكو مع الهاشتان كاك مفردين تمسلين تهني هنو يسلم الدين إسك ده حرسان فرهني مع الهاشتان مفردين تمحتاي بنا دم حيو كرحليه أو كانوا سنام اللي تنهتني كليابيه يباي مقوي كاتككي سنام تبس قليوي كاتككي بنا دم حيو كرحليه أنو معاكل ماي مليه يوك ما يرحلونو هيجيه إسك رسان مفردين تا كاي ديني ده حرساتين وقتاما يباي مقمهن كاي ديني ده حرساتين وقتان كاك فردين تا كادوكا تدي أبتم دقير ما يبميان أتودي تأياب تهتنمي يلي سبحانه وتعالى نمم ملائكة كوك يتكبهن كل هيا ياب الدين تهتنمي كوك يتكبهني هو بين الناس اليوم من حضر مجلسا لا يتكلم أو يتكلم قليلا يقولون هذا غبي لو كان ذكيا كان يتكلم كثيرا سننفن الأدبا سنن له دفيهنها النمو دفينا اللي تنكيمي تكاتكك منقو يابيو يكاتكك عندنا يتدفيهنها وكمسلنا من قوية بحكابل وينكاتككي محايا عقل ما يمليهانو أو كادوكو يعني أنها إجماء لهنهانو كاككلي إجماء هن إنما يلي سبحانه وتعالى يب أي مقوى هنهانو وأنه كادوكو خير الآية بكا حسبك عن بالا يارجهنهانو يب أي مقوى فردينتا يلي فرمويت عليه الصلاة والسلام عقل لهنهانو فردينتا انتهي كادوك يب أي مقوى إلا خير الدين هنتك كويتك من يريد سلامة دينه لا يبالي إن قالوا عنه هذا غبي لا يبالي نمو إسلام الناس سلام فريكاتك ديني سلام كهيكم فريكاتك كي
أحد وامري سنم حي قر حلي أنا متوامري لا يضره هذا كادو كات يا بانا مها تو قال مبحته كادو الدنيا بقول فرنكا كي يانا مها يلي قلت توك أكتر نكسة مهنا. وقد ورد أن رجلا أسلم أيام عمر رضي الله عنه سيدنا عمر دبان لا إن كن مسلمته نها وكا واسمه جبلة بن الأيهم دعستك ونمك إسلامته نها وكا كان ملكا أسقو إسلامنا دين حلامك فلا ملك السجيه أمويت السجيه في أثناء الطواف أزعجه رجل فغضب فلطمه طواف بهنها وكعبت مك ميكته نها وكا مسلمين كنمو أزكى به ونكادوكا حين سهنها وكون يجوغره نيفت قبهكاك فشكاه الرجل إلى عمر سيدنا عمر القرون ورسى سيدنا عمر سيدنا عمر تنو مزوابه تنو يجوغره سيدنا عمر كادوكو عدله لفت تاهنها صحابكا صحابي تكتينك تنيه فقال له عمر خذ حقك منه سيدنا عمر ونبهه وكرست السجهنها وكملك السجهنها نبهه ونمكم حي أمسلنتكو حقك بيطيه كاتل توتنه تنحكيكاك بيتي يعني أسوك قباكا كتينها تقباكا تهجتي أنا مكادوك فغضب أن انتوغ بكحرته قال أنا ملك أنا ملك يعني هنمو وأنه كادوك سنام لما يتنترك سوغيه نهنم كنيو وهذا من الرعية أكادوك مسلمين كينو مكتينا هيني هنمو يجي ده سلطان لك سوغيه نهنم هنا كيف يقول له عمر هذا عمر كاك حكا ننه بيتياه أننه يقرقاك إياه فكفر وهرب توكا يكفره إسلامنا الدين كيوعي أنا تدين مرعته سكيه إسلامنا الدين كيوعي إسلامنا الدين كيوعي هل سجهني هم بارو فين دبي من أجل الغضب كفر يكفره تو وكا أسق بحرس بيتها كابتم بحرس بيت سيدنا عمر أبيه نهان حكم تبيه نهان بحرس بيتها كابتم بحرك كي أنا هني نجيتو بكيو فلا عينة المعم هنا كيف يقول له عمر هذا عمر أهني نهيو كي جاي أسق بحرته والإنسان مطلوب منه أن يغلب الغضب فلا الدروب بحرك عشان كفر دينت مسلنتي مسلم تبك حرتها شمهنا مسلم تبك حركها يشين فردينتا لا أن يغلبه الغضب فمن ملك نفسه عند الاستشعار من نفسه بالغضب سلم ونجا من الهلاك نمو بك حرتها نها وكا إسي بليه إسي دعيه ونها فاكم مسكا ياعيه قبك من كادوكا كالعوية تكاتككي تنم نجاته سيعيه النمو الدنيا كاخير السلام سبه نها النمو لأن الغضب يسبب الكفر بك حركا كيانه نمي فناك إسلامنا كوتا يعهتني تن عن جرافة كتاب عبك حرة ثبتي وأنه كادوك تامك سنن جبت كبيا كتن تكه سنن جبت كهرب تن تكه توه ثبتي بك حرك يانه هني نفر عينة المعم هنا كثير من الناس يكفرون عند الغضب يسبون خالقهم أو يسبون شعائر الإسلام من جمري بك حرته هني هو كفكا وما عن جور كين كتابه وما عن جور إسلامنا الدين خلافه تني إسلامنا الدين بحوي تهني كين كتابه وهم النهتني مي مثلا إسلامنا الدين عيتما يلا عيتمك مثلا يلا دافيه اسلامنا الدين دافكاتك اسلامنا الدين كادوك اسلام نباها ما كنتين دافكاتك مثلا صلاه اسلامنا لله سبحانه وتعالى صلاتك كيانا ينبه صلاتك كيانا محدابه اذانك كيانا مثلا دافه او كادوك اذاني يسعم ديكاتك صلاه يسعم ديكاتك اها اسلامنا كاتي عيتني اسلامنا الدين تكحب تحتني مهنته ما حكاك فدينتا نم شهادتين تبي يلا كيلي فرموت نميتها من قالت ما هاي يلا كيالي فرمويتتين بهتي تنمي اسعون ديم السبتي وقد يبعثهم الغضب إلى القتل ظلما وأنه بحرك أدوكو ظلم السنم عدانا فانكابي تنتكي بحررت هنا هو كان ظلم عدام فانكابي تنتكيها وإلى قطيعة الرحم وإلى غير ذلك من المفاسد كادوكو توبكوك أكاه يقرعين تكي بحرر السبتي توبكوكو يقرعين بحتا ومع انقركين كيو ومع تامك اللي تامتو توبكوكو كي كحنويتي تكي يقرعين بحتا بحرر السبتي توبك يتوبك بحركة كي أنا هني نمي معهم هنا مسلم تهني هن نكادوكو بحركة بيتهتني فنجرم كاك مفردين تها إسيا برين كاك فردين تها اللي فرموت عليه الصلاة والسلام تها اللي نفي سامي يلي سبحانه وتعالى القرآن كادوك مؤمن اللي في سامي تكت الدسين سلها هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته